بدل بي بي يعني بي لكن بي يعني نحلة. ودلوقتي هندخل على حرف البي. حرف البي علشان هنتكلم عنه فلازم ان انا اعمل لك differentiation او تفرقة او comparison ما بين حرفين اللي هم حرف البي وحرف البي. ركز معايا كويس جدا لان مستقبلك تقريبا متحدد بسبب نطق الحرفين دول، لانك لما بتقدم في اي وظيفة لو نطقت حرف البي كأنه بي هيتعرف انه الانجليش بتاعك مش ولا بد، وتقريبا ده هيأثر على السالري بتاعك. وانا بكلمك عن منطق موجود في بلدك حقيقي. ليه بقولك الكلام ده؟ لانك لو نطقت حرف البي بدل حرف البي ده بيغير معنى الكلمة تماما، ولما بيغير معنى الكلمة تماما فممكن يوقعك في مشاكل. ازاي؟ هقولك. حرف البي، البي اللي احنا بنقول عليه بي خفيفة، المفروض انه اسمه voiced letter، معناه حرف منطوق. منطوق يعني بيطلع من الفوكال كوردز بتاعتي. يعني ايه فوكال كوردز؟ الفوكال كوردز هي احبالي الصوتية. دي طبعا مش احبالي الصوتية، ده عشان الدفع. يعني انا لو حطيت ايدي على الاحبال الصوتية وانا بقول حرف البي هيحصل vibration. بي 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 ده عشان هو منطوق انا نطقته باحبالي الصوتية. اما حرف البي فهو غير منطوق، اسمه voiceless letter. voiceless letter يعني حرف غير منطوق، يعني ما بقولهوش من احبالي الصوتية. يعني لما بحط ايدي على احبالي الصوتية وبقول بي بي ما بتتهزش، ما بتعملش vibration. ليه؟ لان انا بنطقه من هنا وبطلع هوا وانا بقوله مش من هنا، فبقول ما تعملش كده، ده غلط، اعمل كده. بي It's not vibrating. P. P. مش فكرة اني بعلي صوتي او بوطي صوتي وانا بقول اللتر، الفكرة كلها في الهواء اللي خارج من بقي. وتأكد ان ده بيفرق كتير جدا. بيفرق في ايه؟ ما كده كده هتتفهم. لانك لو قلت P بدل B، P يعني ببي لكن B يعني نحلة. وده الفرق الكبير جدا اللي انت فاكر انه بسيط لكن هو مهم جدا جدا. فرق بسيط في النطق يفرق خالص في المعنى. وتعال اقولك على بعض الاكزامبلز او الامثله اللي هتفرق معاك. كلمه big غير كلمه pig، كلمه buy غير كلمه pie، كلمه pay غير كلمه bay. شكرا ليكم واستنوا الحلقه الجايه. باي باي.